يغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بين أسبوعين إلى ثلاثة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في الرابع من يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجددا مع فريق السيد العجوز. وقد يكون بوجبا جاهزا في معسكر منتخب فرنسا المقبل في وينيو ضد جبل طارق ثم اليونان ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.